السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بحر المنسي من قناة سماء المحبة، قراءة تاروت تفصيلية لمواليد برج الجدي بإذن الله للأسبوع الأخير من شهر ديسمبر لعام 2021، وبإذن الله كمان شوية هتنزل أو بكرة إن شاء الله هتنزل قراءات الفنجان بإذن الله لمواليد برج الجدي والأسد للأسبوع الأخير، أو ربما ممكن تنزل بالليل، يعني يا إما بالليل يا إما بكرة هتنزل قراءات الفنجان، ولكن القراءة ديت هي قراءة تاروت تفصيلية لمواليد برج الجدي للأسبوع الأخير من شهر ديسمبر 2021. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم يا مواليد برج الجدي، وأول أو أبرز الأحداث أو عناوين هذا الأسبوع بالنسبة لكم يا مواليد برج الجدي. العنوان الأول هو أربعة سيوف، عشرة عصيان، تسعة عملات. نقدر نقول يا صديقي يا مولود برج الجدي إن بيتم علاجك من شيء معين، أو بيتم شفائك أو شفاء أحد قريب منك من شيء معين في هذا الأسبوع، بيكون عبارة عن تعالج أو شفاء أو مرحلة علاجية بتقوم بيها سواء أنت أو أحد الأشخاص اللي في المحيط الخاص بيك الذين يهموك. عشرة عصيان، بتحاول تحمل المسؤوليات وبتضع على عاتقك أهدافك ومسؤولياتك وبتتخذ خطوات ثابتة تجاه هدفك، خطوات واثقة بتسعى بها إلى الوصول إلى جميع أهدافك وتحقيق ما تتمنى. تسعة عملات، بيكون هناك رخاء في الأمور المالية عندك يا مولود برج الجدي، بيكون هناك اتزان في الأمور المالية وبداية مرحلة مالية مختلفة جدا عندك يا صديقي يا مولود برج الجدي. ستة سيوف، سبعة كؤوس، ستة كؤوس، ستة سيوف يا مولود برج الجدي، يعني بيكون عندك نوعا ما من الانتقالة أو السفر في هذه المرحلة، أو انتقالة جذرية في حياتك في هذه المرحلة، أو سفر أو انتقالة إلى بيت جديد أو شيء من هذا القبيل، أو ربما حتى انتقالة إلى عمل جديد في هذه الفترة. سبعة كؤوس يعني بيكون عندك تحقيق إنجازات على كافة أصعدة حياتك، وكأن الحياة بتبتسم لك وبتضحك لك بشكل مختلف، وبتصير أكثر سعادة وبتصير أكثر مرونة تجاه الأشياء والأشخاص من حولك نظرا للنجاحات اللي انت بتتمكن من تحقيقها على كافة أصعدة حياتك بشكل عام. ستة كؤوس يعني بيكون هناك تحقيق إنجازات عديدة في حياتك، وبيكون هناك انتقالات جذرية في علاقتك مع الشريك، كأن بيتم توطيد أو تقوية علاقتك مع شريك حياتك أو حبيبك في هذا الأسبوع، وبيكون عندك تحقيق إنجازات رائعة على صعيد حياتك العاطفية برفقة الشخص اللي أنت بتحبه. ملكة الكؤوس، فارس الكؤوس، سبعة عصيان. ملكة الكؤوس يعني ده بيلفت الانتباه إلى الوضع العاطفي يا مولود برج الجدي، واللي ظاهر هنا يا صديقي يا مولود برج الجدي إن شريك الحياة أو شريكة الحياة الخاصة بكم بيكون هناك العديد من الانتقادات أو الحروب اللي بتوجه تجاهها،
اللي بتحاول انت او انتي انك انتي تقدموا الدعم لشريك حياتكم تجاه خلافات كثيرة بيعانوها من قبل المحيط الخاص بيهم، ونزاعات كثيرة بيعانيها شريك الحياة من قبل المحيط الخاص بيه. فبتحاول تقديم الدعم وبتحاول الوقوف بجانبه في هذه المرحلة الصعبة والضغوطات الصعبة في هذه الفترة. ثلاثة سيوف، سيفان، فتى السيوف. ثلاثة سيوف يعني بيكون هناك نوع ما من الحزن، نوع ما من الاكتئاب اللي بتمر بيه، نوع ما من الجراح اللي بتعانيها في هذه الفترة جراء عدو شرس جدا ليك. هذا العدو بيوجه ليك العديد من الحروب والعديد من الانتقادات، ويعتبر عدو شديد لك، وبتشعر يا مولود برج الجدي بحالة من الحيرة في مواجهة هذا الشخص وفي التخلص من حالة النزاع. بتكون متردد في توجيه هجوم لهذا الشخص او التوقف عند الدفاع عن نفسك امام هذا الشخص اللي بيستمر بشكل متواصل من مهاجمتك او من تقديم هجوم عليك او من ايذائك بشكل ما او محاولة ايذائك بشكل ما. كأسان النجمة العالم. كأسان يعني بيكون هناك تصالح مع شريك الحياة او ربما مع كارت النجمة والعالم، ان ما بيرمزش لتصالح او بيرمز للعلاقة العاطفية، ولكن بيرمز بشكل مبسط الى الدخول في شراكة جديدة. يعني يا مولود برج الجدي بيصير عندك في الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر الدخول في حالة شراكة جديدة أو تعاون جديد على صعيد حياتك المهنية. بينشأ عن هذه الشراكة إنك أنت نجمك بيلمع، أو إنك أنت بتصير مميز وبيصير ليك ظهور قوي على المحيطين في المحيط الخاص بيك، وبيكون أمامك يعني تميز في مجالك ايا كان ايه هو مجالك بسبب هذه الشراكة وابداع، مما بيؤدي يا مولود برج الجدي الى انك ربما تنتقل الى وظيفة جديدة، او ربما تنتقل الى حتى عمل جديد او شركة جديدة، او ربما تسافر، او ربما يكون عندك حالة من الانفتاح على العالم او زيادة العلاقات في المحيط الخاص بيك، او اكتساب حتى اتصالات او علاقات من خارج بلدك او اشياء من هذا القبيل بسبب شراكة جديدة بتدخل فيها. هذه الشراكة بتكون يعني بتظهرك أو بتجعلك تلمع في هذه الفترة. ملكة السيوف، عشرة عملات، الشمس. نقدر نقول إنك أنت بتستقر على عرش النجاحات، وربما تحصل على منصب جديد او ربما تحصل على وظيفة جديدة في هذه الفترة، او ربما ترقية، او ربما شيء من هذا القبيل، او ربما شيء مميز، تطور في اوضاعك، منصب، سلطة جديدة بتتمكن من الحصول عليها في هذا الاسبوع. بينشأ عن هذه السلطة الجديدة تحقيق لطموحاتك المالية بنسبة 100%، وتطوير مالي عندك بنسبة 100%، واستقرار في الأمور المالية عندك بنسبة 100%، وعودة طاقة وعودة تفاؤل في الحياة واستقرار في الحياة من جديد، كأنك بتستعيد نشاطك وبتنطلق على العالم، وبيصير ليك نظرة مختلفة مليئة بالتفاؤل ومليئة بالطاقة في هذا الأسبوع. الإمبراطور يعني أبشر بتطور كبير في أوضاعك أو بلقائك بشخصيات هامة على صعيد حياتك المهنية، سيساهم هذه الشخصيات في إحداث نجاحات عندك أو لقائك بشخصيات عديدة مهمة على الصعيد المهني الخاص بيك، قد تحدث تطورات إيجابية كثيرة في حياتك.
وابدأت فيك رسائل أوركل جذور الوفرة، أي أن الأحداث التي سوف تحدث معك في هذا الأسبوع يا مولود برج الجدي سينشأ عنها حصولك على وفرة كبيرة على الصعيد المالي واستقرار مالي كبير سيستمر معك حتى الـ5 سنوات القادمة أو ربما الـ3 سنوات القادمة، وسيكون هذا الاستقرار المالي أكثر مما تتخيل أو أكثر مما تتوقع يا صديقي يا مولود برج الجدي. أتمنى تكون القراءة عجبتكم، شكرا ليكم، السلام عليكم.